امبارح في حفل تتويج ملكة جمال مصر تحت عنوان بنت مصر، واللي فازت باللقب السنة دي الجميلة هاجر محمد، واللي كانت من بين 23 متسابقة في حفل ضخم جدا جدا وسط حضور عدد من المشاهير والمهتمين طبعا بمجال الموضة والأزياء. والحقيقة أنه في فنانين كتير قوي قوي دايما بيحبوا أن هم يكونوا موجودين في فعاليات يعني المسابقة دي، لأنه هي مسابقة مهمة جدا جدا بيتابعها العالم العربي كله. تعرفين دايما مصر تحت الأنظار ودايما تحت السبوت لايت، كل العالم العربي بيحب يتابع ايه اللي بيحصل في مصر وخصوصا في المسابقة دي. انا تابعت الخبر ده باهتمام كبير قوي، يعني لاني يا جماعة بصراحة انا بحب المسابقة دي وبحب اتفرج عليها قوي. المسابقة دي بصراحة بيبقى وراها مجهود جبار وناس بتشتغل وتفاصيل كتير قوي 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 عشان يقوموا بالمسابقة دي على أكمل وجه وتكون مشرفة كده، لأنه زي ما بقول لكم الأنظار عليها بتكون من كل حتة في الوطن العربي. المنافسة السنة دي كانت شديدة جدا، لأنه اختيار ميس إيجيبت جه من بين 23 متنافسة على اللقب، واللي تم تصفيتهم من بين عدد 2500 متسابقة، وده من خلال الإيميل الخاص طبعا بمسابقة ميس إيجيبت. كمان المسابقة دي نفسها في تحدي داخلي للمشاركات، زي مثلا تحدي اللياقة البدنية بين المتسابقات جوه المسابقة، وكمان تحدي ملكة الأناقة، وفي تحدي كمان جوه المسابقة بيلبسوا بقى إيه؟ فساتين من الزمن الجميل، وبيتم اختيار أفضلهم وأكثرهم تنسيقا، يعني يكون كده لبسها متناسق وشكله ناعم وجميل، عشان بقى نشوف مع بعض كده الأجواء على الطبيعة وتعيشوا معانا الحدث. تعالوا مع بعض نشوف التقرير ده ونرجع مرة تانية علشان نكمل مع بعض في استوديو أنتي حفل تتويج ميس إيجيبت، ونرجع مرة تانية. جمال مصر بتنظيم من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لسنة 2022 بيشارك فيها عدة فتيات مصريات ليتنافسوا على لقب ملكة جمال مصر، وتظل الفائزة متوجة بهذا اللقب لمدة سنة. تعالوا نتابع كواليس الحفلة وتفاصيلها وكمان النجوم اللي حاضرة هذا الحدث. ايه المختلف السنة دي في حفلة ملكة جمال مصر؟ هو احنا يمكن بقالنا كذا سنة كده فاصلين التينيجر اللي هم سن صغير عن الكبار. السنة دي بقى المختلف ان احنا عملنا الفاشن شو بتاع الفساتين المعاد تصنيعها، البنات عملوا فساتين من الريسايكل ماتيريالز او من الحاجات اللي هي المهملة. ميس ايجيبت كمان عملوا كاركترز، كل واحدة اختارت شخصية سواء من تاريخ او فن، اي شخصية اثرت في المجتمع وعملتها. مبسوطة جدا بمشاركتي السنة دي علشان خلتني اتعرف على البنات بشكل اقرب، فاقدر ان انا ابرز كل شخصيه بنت في ديزاين من ديزاين بتاعتي، فكان طبعا تشالنج كبير. انا اول مره اشترك في حاجه زي كده وان ابقى اكون من لجنه التحكيم، يعني فدي حاجه كانت كويسه. وكل البنات اللي موجودين، كل المتسابقات يعني اللي موجودين، كانوا صغيرين او كبار، كلهم كانوا زي الفل وحاجه جميله يعني. انا مبسوطه جدا انا بشارك النهارده طبعا، ونفسي المسابقه دي ما يتقالش يا عم دي اي كلام، زي ما بنقول اي كلام بيختاروا اي حاجه. لا، انا نفسي انه دايما لما الواحده بتفتح بقها دي يقول لك ايه؟ نقصت من جمالها. الجمال مش جمال بس الخارجي وخلاص، لا، يا لو مثلا يقول لك ايه كوني جميله واصمتي، انا نفسي ده يتغير، انه لا، لباقه، ثقافه، كاريزما، شكل خارجي، هي دي ملكه جمال مصر بجد. مش اول مره اكون المغنيه بتاعت الحفله، انا غنيت الفتره اللي فاتت من 4 5 شهور في حفله ملكه جمال العالم للسياحه والبيئه، فمبسوطه جدا طبعا. بعد مشاركتك قبل كده في مسابقه ملكه جمال مصر، تنصحي البنات المشاركه السنه دي بايه؟ انصحهم ان هم ما يخافوش وما يتوتروش، النهارده ان شاء الله كل حاجه تبقى سهله وكويسه. كمان ما يضايقوش لو ما حدش اخذ تايتل، لان هم اوريدي كسبوا اكسبيرينس حلوه من الكومبيتيشن سواء بتايتل او لا. كانت سنه طويله وكانت سنه حلوه قوي، ويعني حاجه مش عايزه اتخلى عنها بالسهوله دي. واقول للبنت الجديده يعني ربنا معاكي، واتمنى ان هي تعمل سنه احسن من كل اللي قبليها عملوه. في رسالة واحدة تحبي توجهيها لملكة مصر المستقبلية أو اللي هتتحدد النهاردة، تقولي لها إيه؟ يعني أنا بحب دايماً البنت اللي تكسب تشتغل على نفسها،
بان هي اساسا تفيد المجتمع، يعني ما تركزي قوي في موضوع ان هي تبقى بلوجر او انفلونسر او تروح الفن، لان اي حد ممكن يعمل الكلام ده من غير ما يبقى مس ايجيبت. لكن مس ايجيبت محتاجه ان هي تبقى ليها رساله توصلها وتبقى قدوه اساسا لكل الناس اللي موجوده في البلد هنا. انا لسه طالعه من عندهم، قلت لهم انه اول حاجه عايزاكم تتبسطوا، انجوي النايت، لانه دي لحظة مش هتتكرر تاني. اللي هتكسب دي اعتقد انها تكون واحدة من احلى الخبرات اللي هي هتمر بيها في حياتها. لازم كل واحدة فيكم تبقى عارفة ان هي مش داخلة كده مسابقة يلا هي هنهزر شوية معسكر مدة شهر شهرين وخلصنا، لا، كل واحدة فيكم بتمثل بنات مصر حتى اللي ما كسبتش. فكرة ان انت دخلتي مسابقة زي دي يعني تم اختيارك من وسط الاف مؤلفة راحوا قدموا. كسبتي لسه مهما شرحت لكم، هو اصلا كاكسبيرينس هي تحفه الصراحه، اللي انت تخشي ويبقى عليكي مثلا جوه منافسه واللي هو هتاخديها ولا لا، بس يعني هي الصراحه تبقى جود اكسبيرينس بجد، فكل حد لازم يخشها.